الفرنسي اللي نعتبره متميز وناجح. اليوم اليوم زدنا لان ما زرناش كل المؤسسات، اليوم زدنا زرنا ثلاث مؤسسات، زوج يعني مؤسسات تربويه ثلاثه، واحده دي زيكول بريمير زوج، وواحده مؤسسه تربويه كذلك تاع البريمير كي يوتيليزي مانتنون اللي رانا استعملناها كمتوسطه كانكس للمتوسطه. ريثما توجد المتوسطه في حوالي نوفمبر، يعني نهايه السنه تكون واجده للمتوسطه باش نقولوا يوليو عندنا ثلث مدارس في القطب تاع عين جبارة، ثلث مدارس في ومتوسطه. وكذلك زرنا هذا الاقسام اللي مديناهم يعني في هذه السنه السداسي الثاني، اللي في مده شهر درنا كل الاجراءات باش نتمموا هذه الثلاث اقسام اللي رايحين، ست اقسام اللي رايحين ينقصوا لنا الضغط على المدارس الاخرى المتواجده. هذه رايحين تمت الانتهاء من هذه الست اقسام ومجهزه، وان شاء الله هذه رايحه تنقص لنا الضغط على المدرسه عياري عياري عمار اللي فيها وشحال فيها اكتفاء فيها